من طرف الزملاء ديالو في القسم كانوا كيتنمروا عليه ديال بصح. واحد النهار ياش كان غادي معليمه بيه هما يتعرضوا ليه واحد ثلاثه عاوتاني كقراو معاه تعش واحد الصور فين غادي يبغيو يدويو معاه غادي يعطيو مقتله ديال العصا حتى ما كيدافعش على راسو. في واحد اللقطه واحد خونا فيه غادي يقول لي علاش ريحتك خانزه وباي ذا واي هاد هاجموني ايبو او لا ايبو بالضبط كان هو امو عندهم قارب ديال الحوت وكي كيبيعوا الحوت كيشريو فيه هادي هي خدمتهم ومن تما كيدخلوا الرزق ديالهم. فين تعرضوا لي خوتنا وضربوا داك التخربع كامل قال لي واحد خونا فيهم ان ريحتك خانزه فهمشي. وفين قال لي انا ريحتك خانزه وعاير لي مو شي حاجه بحال ما هكا فهمشي ما مرضاش ولكن كشمه في الداخل ديالو وتما وقع كيعطيه في العصا وبقى كيضربوا فيه كيركلوا فيه في رجليهم حتى جا واحد الواحد كيمشي لطاكامورا. الطاكامورا بطل اليابان في الوزن الثقيل. الطاكامورا هذا بطل اليابان في الوزن الثقيل في الملاكمه ولكن حتى الان حتى واحد ما عارف واش تكون غادي يجي يبغي يفك خودنا بغي يفك ايبو من خودنا ولكن فين غادي يبغي يفك هذوك خودنا بطبيعه الحال فين غادي يبغي يدير راسه من قدام صحيح غادي يقول لي تشسيت خربة اخونا فهمشي وغادي يبغيو يضربو ولكن فرق قطع فهمشي كلاعب ديال صات 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 غادي يبغيو يضربو كلهم فهمشي دقة واحدة غادي يدير لهم بام 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 غادي يسكيفي عليهم وغادي يهز لهم الصافي اللي كان في العنق ديالهم فهمشي هما صاحبو راه بغا يضربهم لا وداو كيضحكو ولكن راه الصافي اللي كانوا في القميجات ديالهم هزهم بالسرعة ديال اليد ديالهم ديك الساعة فين طاحوا ليهم صطافي وتعراو هو يقول لي المدرب غدا تجي مع هاد القايشة هادي باش نبداو لونطخيمون ديالك لا تكون لا كدا وكدا وكدا. هو يقول لي ايبو بطبيعة الحال قال لي اه فرحان ايبو شال داروك النارياش وناشط ديال بصح وحشمو ما قال لها والو غير شافته مو لاحظت بانه كياكل بزاف حتى شد الدقة وداك التخربع اللي دارو ايبو النار فهمشي واصلا هو جا معطل الدار ومقصيش قص كان كيقصي بزاف فهمشي ومو عارفش انه كاينه شي حاجة ماشي هادي. الغد ليه مشى ايبو المدرسة كمل دغيا الحصة الدراسية ديالو ورجع بالزربة رجع للبلاصة اللي كيتريني فيها اي لاصال فين دخل تما لقى بان المدرب ديالو كيتسنى فيه اذا راه واجد ليه حتى المدرب بقى فيه لقى بانه بصح واحد الشخص يمكن يولي من هنا يقدر يولي بطال من القدام ويقول لي يلا اجي نتريني وشد ليه الجلوبز هما دوك كليغات فهمتي هذوك سميتهم اللي كيداروا في الايد بعدا قال لي لبس الليغات ديالك قبل ما يقول لي لبس الليغات ديالك داروا احماء بدا كيسخن بالحبال وما كانش كيعرف كاع الحبل مع كان كيضرب بالحبل شي شويه كيبدا يطيح وكيزاد كامل فهمتي كيسيل الدرب وكان قال لي سخن بالبوكسين شادو وقال لي ايبو ديك الساعه بقى ما عارف البوكسين شادو اللي والو قال لي هو البوكسين شادو هو بدا يشرح لي خاصك تخيل واحد واحد قدامك وتخيل راسك قدام مرايه وتضرب بهاد الطريقه وبهاد الطريقه وتسكيفي على هذا فهمتي تخيل شي واحد قدامك بطبيعه الحال وتسكيفي عليه جي واحد قدامه ويكون كيطايق ما حتىش ما عارف شنو هي الابركات ما عارف شنو هي الكروس ما عارف شنو هي ديريك جاب كروس كيفاش غادي تخيل شي واحد قدامه وغادي يطايق هو صافي بخير كان كيشوف بنادم اللي حداه قال لي ما عرفتش هادشي كامل شوف هذوك الخوذ اللي كيطيرين حداك وتخيل انه هما اللي كيطايقوا معاك دار اللقطه دار بحال ما هكا وصافي داك كيتخيل وداك كيلعب هو يقول لي في الاخر حتى سال الاحماء وسال هادشي كامل لونطخيمو الاساسي ديالو قال لي طلع لفوق طلعو فوق الرينغ ويشد الاخر المدرب ديالو شد داك شد واحد اللعيبه كيترينو كان نسيت كاع سميتها والاخر قال لي لبس الليغات ديالك هو يبدا عليه بالدق فهمتي والمدرب باش تعرف واحد ذكي جاب واحد هادوك القفازات اللي كيترينو بهم جاب القفازات وكانوا كيديروا في الصدى اي انهم ملي كضربهم كيتسمعو بالجهد وهاد اللعيبة هادي فين جا ايبو كيضرب في هادوك القفازات بدا كتسمع بوم في العصار كاملة فين بدات كتسمع بوم ايبو بدا كتطلع ليه المعنويات ديال بصح بدا كيعرف بدا كيسمع ان دقة شوكاصح وبدا كيفرح وبقى كيطايف معاه وبقى كيطايف معاه وبقى كيطايف معاه فا ماشي كيطايف معاه بقى كيتريني معاه يدير هادي كروس جوب ابر كاتش كروس سكيف حتى دارو تقريبا واحد 35 دقيقة حتى شد
حتى دازت 35 دقيقه او صايي سالا هادشي كيعني بان ايبوك صافي كان كيضرب وكان كتخد دقه داخل داخل الليغاج وداكشي كان كيديرو المدرب في ايدو كان كياكل المدرب الطق ديالو بصح تخيل الدقه قص حاد المدرب في ايدو تخيل اش دير لشي واحد في الضرب الوجه وديك الساعه المدرب عجبو الحاجه بصح عارف انه جاب ليا داك تاع كامورا واحد البطال وصاب غادي ليا ماشي بحال ماك غادي ليا ماشي بحال ماك غادي ليا ماشي بحال ماك بداو كيترينيو دوك التريو تشرفع ولا المدرب كيلعبوا مع تاكامورا وتاكامورا باش نكونوا مفاهمين تاكامورا احد اقوى الناس اليابان كامله فهمتي في الملاكمه احد افضل وحده في الملاكمه نقدر نقولوا في العالم كامل حتى من بعد جايه في القصه هذه غادي يولي بطل العالم وغادي يغلب بطل العالم بواحد الطريقه ما يمكنش فهمتي بواحد الطريقه تخلي بطل العالم يعتزل كاع من الملاكمه ولا يبوكي اصلا مع تاكامورا اللي كيخاف كاع اصلا انه يلعب معاه حتى تاكامورا ما عندوش الضحك كتدخل معاه كيضرب امك بكا وكيزعزعك فهمتي خرج عليا برا ولا كيلعب المدرب يبو مع تاكامورا فهمتي وديك الساعه غادي يجي واحد الامتحان الامتحان ديال شهاده المحترف في الملاكمه غادي يمشي ايبو باش هو يلعب وطبعا الحال ايبو غادي يكون مزرع ديال بصح ولكن غادي يجي عند المدرب ديالو ويقول لي ما تزراش غتكون انت هو البطل هاد الامتحان هذا ودير شي حاجه خرافيه على حسابي ولكن واخا هكاك ايبو كان كيسحب ان الهضره ديال المدرب غير واحد الهضره باش تمونتيفي ما كانش عارف انه هو بصح غادي يدير شحال من حاجه في هاد الميدان ديال الملاكمه غادي يجي النهار ديال هاد الشهاده هادي ودار الامتحان هذا غيتحرك ايبو هو وتاكامورا واحد ثلاثه ديال صحابو واحد صحابو اللي هارب ليهم ديال بصح ثلاثه صحابه دونك راه فاش يكونوا عندي بعدا انا ايبو باش يدوز هاد الشهاده هادي وغادي يدخل اول نزال ديالو غادي يكونوا كاع النزالات بعد الا قبل ايبو واحد النزالات فاشله ديال بصح نزالات بقى فيها واحد الدقه بشويه وهادي لدرجه ان الجمهور بدا كيضحك على كاع النزالات فهمتي بدا كيشوف شي واحد كيضحك عليه وتخربع وهادي واحد فاك الجمهور غادي يشوف ايبو وما تنساش انك الجمهور فهمتي كل واحد جاي مع صاحبه غادي يشوف هذاك واحد غادي يشوف ايبو وصحابو وغادي يبدا يضحك على ايبو حتى كيما قلت لكم ايبو واحد اللي قصير واحد شويه وكان لابس واحد اللعيبه مفضفضه فين غادي يدخل ايبو ياثر غادي يحيد اللعيبه مفضفضه عليه وغادي يبان العضلات تبارك الله ما شاء الله قدام قداش خونا غادي يحل فمو فهمتي ولكن واخا هكاك باقي كيضحك في خاطرو يقول واخا هاد العضلات كاملين غادي يكون واحد الملاكم فاشل فهمتي غيكون ثقيل ولكن اللي فاجأ خونا هذا فهمتي حطمو زعزع لي المشاعر ما يدخل ايبو شمايا مع خونا غادي يضربو مع ايبو غادي يسكيفي غيخدم فيه واحد السيري كامل في وجهه تخيل معايا هو كيضرب فيه وكيبان لك الشيء بسلو موشن تخيل هاد اللقطه هادي كيضربو الاولى بابركات الثاني كيضربو بواحد كروس جوب كيضربو عاوتاني بواحد يدوز ايبو هاد الشهاده ديال المحترف وغادي ياخذها بطبيعه الحال غادي ياخذ واحد لاكات كتبين انه واحد محترف في هاد الله فهمتي انه محترف هذا الرياضه ديال الملاكمه غادي يكون ايبو بفضل الشهاده هادي وبفضل النزال اللي اول نزال تقريبا غادي يديرو مع واحد من غير لاصال ديالو خارج لاصال ديالو غيطلع لي واحد الثقه بالناس ما كايناش فهمتي كايناش ولكن واخا هكاك ايبو هذا واحد الشخص مشوادي ديال بصح وعرفت ديك الانواع ديال الاشخاص اللي واخا يديروا شي حاجه ما يمكنش شي حاجه هاربه هادشي علاش ايبو واخا هكاك بقى كيتيني مزيان وكيدير كلشي مزيان واحد النهار غادي يكون كيجري حتى غادي يطلع معاك صحابو نبدا البحر غادي يتلاقى مع داك خونا اللي كانوا كيتنمروا عليه ويبقى بطبع الحال واحد الانسان اللي زوان فهمتي دريويش وماشي حتى ولا واحد البوكسور غادي يمشي يحضر عليهم ولكن لا داك خونا اللي شافو ايبو كيتريني جاو تلقاو ليهم وخادو لي واحد السكاره كان واحد السكاره كان حاط على دار وديك السكاره فيها البطاقه ديال الملاكم المحترف ايبو حتى عزيز عليه البطاقه ديال بصح ولا كيديها معاه في اي حاجه وحاطها معاك السكاره ديالو هما كيديروا بحال ما هكا ايبو كيقول لهم حطوا لي شكارشي غادي يحل لك الشكار وغادي يلقاو في هذه البطاقه هذه وغادي يتصدموا ولكن غيبداو يضحكوا غادي يقولوا لك كيفاش اذا الملاكم اي واحد يمكن ياخذ اي واحد يقدر يولي واحد الملاكم محترف ديك الساعه ايبو فين يسمع هذه اللعيبه هذه غادي يخنزر فيهم وغادي يتذكر انه شحال تعذب وتحرك كامل ويخنزر فيهم وغادي يقول لي انت مالك تخلعنا زعما مالك وديك الساعة هادي غادي يبغي واحد فيهم يضربو فهمتي غيبغي يضرب ايبو يخنزل فيهم كثر من القياس غيسكيفي عليه ايبو غيبغي يضربو التاني غيسكيفي عليه ايبو وغادي يطير ليهم القوامج حتى انا غيطير ليهم ستاف ديال القوامج ديالهم كيما دار ليهم تاكامورا هاديك الساعة خوتنا كلهم غادي يتصدمو فهمتي غادي يهرب ليهم تا هما
يحطوا لي البطاقه، يحطوا لي الشكاره، غادي يقادوا لي كل شيء فين كان، غادي يعطيوك الشيء، كل واحد يشط طريعه وايبو مدى اليوم والو، وهما تعلموا الدرس ديالهم. هما هنا قدام في القصه اللي ما فهمش اللي نعاود لكم اليوم، كنعاود لكم من هنا قدام غادي يولي خوتهم اكبر لي فان ديالو، غادي يولي واحد افضل المشجعين ديالو، وغادي يجمع واحد الجروب قداش مسكون تقريبا واحد 100 واحد. تخيل معايا 100 واحد في قاعه بالطبوله والتخربه كامله، 100 واحد اقل عدد فين غادي يكونوا كيبداو. اما من هنا قدام فهمتي من القصه القدام كاع في ايبو غادي يولي باغ اليابان شاو شحال من حاجه، وانا حركت عليكم غادي يوليو بالالاف مشجعين بالالاف، والطبوله وداك التخربه ما يمكنش. من وراء مطرح الاحداث كاملين غادي يولي من وراء مطرح الاحداث كاملين غادي تحدد اول نزال ايبو، اول نزال احترافي غادي يقصر. غادي يكون في واحد القاعه كبيره اللي كان ايبو كيشوف غير في التلفازه، وكان ديما كيحلم انه يقصر فيها، ولكن عمره جابش الفرصه. لكن دابا يقدر يحقق له الحلم ديالو وغادي يقصر. قصر ضد واحد اللي بصح اغريسيف ديال بصح فهمتي، قصر ضد واحد الملاكم اغريسيف، يعني اغريسيف، قصر ضد واحد الملاكم اغريسيف. تخيل معايا والله بادي في الملاكمه وتقرب اليابان كامله كتعرفو بكثره ما هو ناضي واغريسيف والدقه ديالو قاصحه، والدقه ديالو قاصحه. وحشمن الكخو ديال كيتريو مع ايبو بلاصه كيعرفوه، غادي يوليو يقول ايبو حضر ديال البصح فهمتي، الخونا هذا مع جده ايبو بكثره ما غادي يسمع هضره القيل وقال، غادي ياخذ الاحتياط ديالو وغادي يخاف فهمتي، ما يكونش بكامل القوه ديالو. تخيل معايا اصلا هو اول كومب غادي يلعبها، ماشي بحال خونا اللي ديجا لاعب شي كومبات ومعروف. نهار ديال الكومبا غادي يمشي ايبو يهبط للبلاصه ديال الاستعداد، غادي يلبس في الملابس ديالو، غادي يدير التسخينات ديالو. لكن تخيل معايا فين يجي قيس المدرب، وقبل ما يدير التسخينات ديالو غادي يلقى سخون ديال بصح، يلقى الحراره ديالو مرتفعه، غادي يخاف عليه، غايقول لي واش شافك السخانه ولا شي حاجه. يلقى ايبو كاع ما كيسمع ليه، يلقى ايبو كيشوف القفازات ديالو وبواحد التخنزيره وبارد مغدد تمايا فهمتي، خونا مغدد باغي ينتبه دي كومبا. غادي يتفاجئ المدرب، غادي يقول هذا كيفاش البارع كان مزرعو دابا بهذا الحماس وبهذا. غادي يجي عند خونا كيشوفولي هذوك خراش كيقولولي، غادي يجي عند واحد الواحد يدق عليهم الباب، غادي يقول لهم راكم بقات ليها واحد 5 دقائق استعدوا، راكم خاصكم دابا تخرجوا. غادي تم خارج ايبو المدرب ديالو وطاكام ورا واحد جوج كما قلت لكم واحد صحابو، غادي تم السلام عليكم. في هذا الفيديو ده غادي نهضروا على الملاكمه، بزاف الناس يعرفوها ولكن ماشي كلشي عارف كيفاش بدات الرياضه هذه. ودابا غندير واحد البحث لايف، ما عجبوش لكم السكرين ديال البيسي، وصراحه انا عارف عليها بزاف ديال الحوايج عن كرمرصا، ولكن كاين شي حوايج اللي غنعرفهم دابا. نبدا ما ماشي ما نقطعوش ما نديرو المونتاج لا والو، هذا الشيء بقى يبقى بحال هكا. اول حاجه بالألقاب ديال الملاكمة ملقبة أيضا برياضة الملوك أو الفن النبيل، سما كيما بغيتي أي واحد الرياضة اللي تيكون فيها جوج ديال الناس في حلبة وحدة في رينج، و تيكون الحكم واحد معاهم وحكام تحت اللي تيحسبو النقاط و داكشي. بالنسبة لهاد الرياضة هادي كاين فيها واحد الخشب، كاين بزاف ديال الآراء على كاين اللي كي هي الناس اللي كيتفرجو فيها نقسمو لجوج أنواع، كاين اللي تيقول لك بلي هاد الرياضة هادي عنيفة، وكاين اللي كتعجبو. دونك ودك الشي دوك الناس اللي كتعجبو مقاسمين لجوج أنواع، كاين اللي كتعجبو
ولا كيبغي يتفرج فيها وكاين اللي كيعجبو كيمارسها. دابا غادي نهضرو على الملاكمه، نقرا لكم شي قدام. دونك الملاكمه اللي تشهرات في امريكا وفي الانجليز اكثر، زعما اكثر من بقيه واخا هي صراحه، واخا المدرسه الامريكيه ولا المدرسه الانجليزيه ماشي هما احسن مدارس في الملاكمه بطبيعه الحال، ماشي هما الطوب زعما الطوب وان. كاين المدارس اللي واعرين في الملاكمه وداك الشيء كيكون تفوقات، فهمتيني؟ بحال مثلا كل فتره من الزمن كتلقى كتكون مدرسه هي اللي حاكمه. كاين مدارس واعرين بحال مدرسه ديال كوبا، كازاخستان، كاين مدارس زوانين. اول حاجه غنعرفوا الاوزان اللي كاين في الملاكمه، حيت في الملاكمه مايمكنش تجي وتلعب مع اي وزن الا ما جاي كانت في وزن ديال 48 كيلو غرام، فراك تلعب مع اللي 48 كيلو غرام. ممكن شي ماشي هيش انه تجيب اي وزن وغيجيبوا لك واحد نفس الوزن ديالك تلعب معاه، لا. كاين 10 ديال الاوزان، 48 كيلو غرام، 43، 52، 56، 60 كيلو غرام، 64، 62، 75، 81، 91 وفوق 91. طبيعة الحال الاوزان هادو ماشي كاملين تيكونوا، بعد الخطرات وبعد المسابقات على حساب جمعية سميتو، على حساب الجمعية اللي منظمة المسابقة وداكشي، تيكونو بعض الاختلافات. بعض الخطرات كيتزادو بعض الأوزان، بعض الخطرات كيتزادو بعض الأوزان. بالنسبة زعما الحوايج اللي مهمين، أول حاجة بعد الملاكمة بدات في القرن، هي من جاية من قديم، ولكن كانت بواحد الطريقة اللي بحال قلتي كيف ما كنسمو حنا مضاربه بالزنقه، ما كاين لا قوانين حتى شي حاجه. اللي دابا مثلا هي اللي كيقول لك رياضه الفنون المختلطه، اجي راه كانت اول سميتو، كانت اول رياضه تقريبا، ماشي بهذا المفهوم هذا، ولكن تقريبا يعني ما قالوا لا وكاينين قوانين الفنون المختلطه، غير هو في الملاكمه ما كاينش، كانش غير باليدين زعما، فهمتيني؟ كان بالرجلين في الارض فاش ما. اول حاجه الملاكمه اللي بانت فعليا يعني زعما في بدايه القرن 18 بالضبط سنه 1830، قام السيد فيك جيمس فيك شي اسس اول مدرسه اللي هي الملاكمه والمصارعه. مورا ما مات التلاميذ ديالو هما اللي طوروا المدرسه باش يكمل المشوار ديالو، يبدا بيه الاستاذ ديالو. حتى دابا كنقرا باش نقول لكم اي معلومة. بالنسبة للضرورة ديال الابتداء، القفاز حتى 1965 عاد ولاو القفازات، وعاد باش تحددات المدة ديال الجولة بثلاث دقايق. بيسبس اوكي. 1080 تأسس اول اتحاد الملاكمة في انجلترا. سنة 1880 اقيمت اول بطولة رسمية للملاكمة في دورة الالعاب الاولمبية. دونك دابا عرفنا الملاكمة، عرفنا امتى بدات، عرفنا هادشي كامل. نهضرو شوية على أحد أشهر الملاكمين بحال محمد علي الراهي، مايك تايسون، وفورمان. كاينين بزاف ديال الأبطال العالميين اللي كيستحقو المعروفة، منهم أبطال عرب بحال نسيم محمد، محمد نسيم. كاين أبطال كبار منهم محمد علي، محمد علي تزاد 17 يناير 1942 ومات في 3 يونيو 2016 الله يرحمه. ملاكم أمريكي، هو تولد بواحد الاسم ديال كاسيوس كلان جونيور، عاش في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، والعمر اللي مات فيه هو 74 عام، بعد واحد الصراع طويل مع المرض. شتي لي كاين Thank you.
الحوايج اللي خلاو محمد علي مشهور بزاف ابار ابار المهاره ديالو حيت كيقول لك صراحه هاد اللعيبه مختلفين عليها بزاف ديال الناس بالنسبه للمستوى ديالو هو مستوى ديال المستوى العالمي المستوى اللي كبير بزاف ولكن هادشي راه ما تعنيش انه يعني مهاري كنهضر على مهاري احسن ملاكم في التاريخ صراحه حاجه يعني بكل يعني حيدوا العاطفه شحال من حاجه محمد علي يبان نصنفو كعبر التاريخ هو غادي يكون من افضل خمس ملاكم في التاريخ ولكن ماشي افضل ملاكم في التاريخ لحقاش هو كأي ملاكم يعني خسر عده مقابلات يمكن ثلاثه مقابلات او خمسه ما عرفتش بالضبط ولكن راه تيبقى ملاكم اللي كبير هو محمد علي كان راجل اللي مناضل وهادشي اللي خلاه يوصل بزاف ديال الناس وانه كان مناضل اكثر من انه كان ملاكم كان كيدافع على حقوق السود على المسلمين كان كينشر الدين الاسلامي كان كيدير محاضرات كان كيدير دعوه يعني كان راجل داخل الحلبة وخارج الحلبة هادشي اللي خلاه يوصل قلوب بزاف ديال الناس ولكن اللي ما عرفش بزاف ديال الناس هو انه ماشي افضل ملاكم في التاريخ تزوج محمد علي اربع مرات اول مره عرفت له ماشي جوج بعدي البنات ووالدي شكون محمد علي جوج انت جوج تزوج من المرأة الأولى ديالو طلقو بيها من بعد تزوج بواحد المرأة تانية أو تزوج بعض ديال المرات ومشينا مشينا مبناتش شي مشي مبناتش يعني شوفوا مايك تايسون شو مايك تايسون عنده هاد القصة اللي وارة يعني كان في الخيرية وطلق مع أستاذ ديالو اللي هو كان كوستا ماجو لا تكذب بلا كوستا ماجو اللي كان تلقى معاه وقيلا في العمر ديال 14 سنة هو اللي دربو هو اللي كونو يعني هو اللي شاف الموهبة ديالو أصلا وكشفها كونو درك باش وصل للمستوى اللي كان فيه مانشستر عنده واحد الرقم قياسي اللي كبير بحيث انه اكثر بحيث انه اصغر ملاكم كيفوز ببطولة العالم كيفوز التاقيع في العمر ديال بين 19 و 20 سنة عمر شي واحد بالعكس فرا كاين شي ابطال كاع اللي ما بداوش حتى 20 سنة بحال وايلدر وعنده 20 سنة يلاه بدا الملاكمة كاع يلاه بدا الملاكمة شارك فيه مايك تايسون جو مسلم دوز واحد الفترة اللي صعيبة في السجن نتا واحد الأسرة فقيرة بدا خلى الأب ديالو فنين يعني تعذب جو بزاف وذلك حسب شهادة أخيه الأكبر العرس الشقيق نشأ في نادي رياضي احترف مايك تايسون ملاكمة المحترفين في سن صغيرة ثم أصبح بطل الوزن الثقيل المحترفين هو من الأصدقاء المقربين للمغني راب الأمريكي توباك الذي اغتيل بعد مباراة تشايسون الشهيرة عام 1996 دخل تشايسون السجن بتهمة اغتصاب فتاة سوداء وهي كانت قضية قبل أن قيل أنها ملفقة بانتقام من النجم الأسود في السجن تعرف على بعض الأشخاص الذين أقنعوه بالإسلام ثم أعلن اعتناقه الإسلام وسمى نفسه عمر عبد العزيز ثم بعد ذلك تم تغيير الملك تشايسون ويذكر محبي الملاكمة أثناء دوره الأول على حلبة الملاكمة بعد خروجه من السجن قد رفع أتباعه الإعلام وبغداء ويكبرون تكبيرات الإسلام وتعد تلك الخطوة في نظر بعضهم جميعا مجرد مناورة لتحسين صورته أمام الأمريكيين وخاصة الأمريكيين الأفارقة بعد إدانته في قضية الاغتصاب منذ خروجه من السجن دخل في مشاكل مالية بسبب الدون التي تراكمت عليه ساعد تشايسون في التفكير الجدي في اعتناق الإسلام جمدية
تمضي 3 سنوات في السجن، أي نصف مدة العقوبة التي حكم بها، وهي 6 سنوات في السجن. حيث وجد في خلوة السجن فرصة سائحة في مراجعة مسار حياته داخل حلبة الملاكمة وخارجها. فصمم بعد دراسته الإسلام على أن هذا الدين هو الذي سيساعده على تجاوز كل مشكلته في الحياة. أشار مايكل تايسون بعد اعتناق الإسلام اسما جديدا لنفسه، وهو مالك عبد العزيز، باعتباره أن اسم مالك هو الاسم الإسلامي لاسم مايك. ورغم نجاحه في تغيير دينه، إلا أنه لم ينجح في تغيير اسمه. اضطرت سائل إلى جديد مايك تايسون، حيث كان الإسلام تايسون. الإسلام تايسون بالنسبة للوسائل الإعلام الأمريكية مختلفة له نفس صدى إسلام محمد علي الله في الستينات. ومن وقتها لاحظ الكثير من كيف أصبح تايسون حنونا وأكثر تواضعا واحتراما بعد اعتناق الإسلام. فقد أخذ على نفسه عهدا بالحفاظ على الصلوات الخمس والالتزام بأوامر الله ونواهيه، ليكون مسلما صادقا في إيمانه ومخلصا في إسلامه ومطيعا لربه راجيا رضاه ومغفرته. يقول مايك تايسون: لقد قضى السجن على غروري ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق مختلف، وقد أمدني الإسلام بقدرة. السلام عليكم، شحال هادي ملعب ناشي لعبة، جربوا لي موان واحد لعبة قديمة، داك اللعبة شحال هادي، هانتوما تشوفوها دابا، سي فوايس. سير الأكبر معلم، وفاض ربع وجانب زين، سير على اليسر فوالا، كنك لعبة باش الناس غارة قليل اللي غيكون عم هادي. سير من أحسن لعبة اللي لعبتو فاش كنت صغير. سير معلم، طلع 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 صاحبي طلع هاكا يلاه سير، غنحاول نديرو شي سبور مزيان اليوم. خلاص سكور فور يعني ماليش حنا قصرنا ساروج وكنا هاني سي نديرو شي سكور مزيان. المهم أول حاجة غنحاول نوصلو واحد الألف ديال الكون، ديك الساعة غادي فوق عندو لي سيرو ديال الصور الاخرين باش نكملو مشروع 1000 قطعة ذهبية. صعيب تحكم بجوج صعيب. الله لا صعيب تحكم بجوج بالله. اوكي يعني غنجرب ان شاء الله. اوكي مين ديال هادي؟ سير اصاحبي سير. الله يكين بالله كين ما يتكين تمش اللعبات. هذا كان خسرنا وكنا يعني مش مشكلة. شكرا الصندوق شنو فيه؟ بس كاين فلوس 800 شحال دخلنا حنا بعدا؟ غادي يعطونا ديك الجوائز وداك الشيء. هذا الشيء اللي هنا بلاي جيم. سير 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 فوالا هكا الله يرحم الوالدين. زيد 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 زيد
راه حنا نتهضروا دوكا مع هاد اللعبات ما يعقلوش على هاد ولاد 2010 ينساو هاد اللعبات 2008 شوف هاد اللعبات يلعبوا يا ولاد 2001 92 2002 ايام قديمه بزاف ولكن راه ماشي دار ماشي داك الجيل ديال فري فاير بابجي سير هنا كنفرحو كنجمعو هاد الشاطئ هادي كنفرح واه سير 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 فوتي يلا سير 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 حنا نقزو اليم وراه تحت تحت صندوق اليمين سيرو سيرو شاد الدراري سيرو منين مكاينش متقولش ليا لا ضروري من السيرو الله سير عشيني سير 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 الله يرحم في الوالد ما نجي ما نقول ما نجي ما نقول خويا سير عشيني سير فوالا سير سير روح هاكا خاصة نتسناو مع دابا ندير بلاي بين راه دابا شوف دابا شوف الدراري والله شي غنحاولوا نجيبوا 400 غير 400 غير ماشي خاص عيب اصاحبي شي عارف مش با ولا لعبي لا في السينما ما تحكمش مزيان ماشي بحال اللي كيلعب التليفون حس بوا عاد تبدا بيه كلشي استغفر الله سير 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 زوما عرفتي يلا تشادي 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 راه شوف شي حاجه ما كتسمعش شي حاجه ما كتشاطش شي هاد الدرما جيبي وتاهي هو شي حتى حاجة ما غادي تطيحش ماشي كيمشي كيمشي يلاه سير التليفون تاع ميسي راه سير 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 شكون سير يا شيري سير سير يا صاحبي سير سير يا صاحبي سير ازوا سير 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 اوكي لا صاحبي شير ما نجي ما نقول لي سير قص ازوا يا شيري يلا سير هاد اللعبه تجي من تحت كنجي الصباح هنا نخرج من هنايا خصك تحط من بعد الصباح يلا كطلع كتهبط كتمشي اليمين على اليسار كدوخ اصاحبي ولكن اللعبه تالو again سير من سير 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 عشيري سير سير اخويا شي كنا كنلعبو هاد اللعبة هادي كنا كنموتو اصاحبي باش نشريو داك الصحراء حتى شي واحد ما شراها عمر شي واحد شرا داك الصحراء سير عيني سير يا شيري سير 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 بيلي على زيد ليم الله خصوص بيانا صاحبي نروح نجري مازال سير يا شيري سير 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 تشي درنا عبتا عبتا لتحت يلا لا صاحب كيف لي لا صاحب ولي منا صاحب سير لا ياش عطيك مصر سير يلا يمين شمال اجين اجين يلا سير حنا 120 قربنا ل 200 ها هو واحد الصندوق فيه شي بارا ديال هو زير هبا سير يا شيري سير 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 جات هاد الماتش هادا ديالك ديالنا هاد الماتش يا شيري
تخافش تخممش. سيري من المزوع أقسم بالله هاي مزدلة شريشة أول شيء شو تشوف شو مزدلة جو لما شو تشوفش شو تشوف ولا لا هاي مزدلة جو الله هاي أنا طير كل شيء غير شو كل شيء غير تكلم كل شيء كل شيء كل شيء أول شيء هذا رأيت خي جد ما ترى تفرغ هل خدم شي شي سير شي القطا اللي حالي ديال يوم فوا تشوف مي تشوف تراجاي ميز لاجا شي اللي باش تمشيني بلا ما تضيع الصور ميز لاجا غير خي صاصا خاص بابا هذا تشوف جوي يعني شي قلت لك قلت لك هادشي خرج عليا شي شي قطا شي راه جليتش شاد لعبة هاجي وما يوريك من دراسة لا حامض حامض سير عشيري سير هاكا كزوع ما نجيبو نخسر نعاود ثاني كاين معنا اخر مشاري نعاود ثاني من الاول ثاني شوف انا هي تنعاود غيري شوف غادي نبقاو نعاودو نتربحو حتى ان شاء الله نجيبو 1000 حبه فاش غادي نجيبو 1000 حبه غادي ندوزو للعبه الثانيه ان شاء الله مورا غادي ندوزو للعبه الثالثه وغنسالي هاد الفيديو هذا غادي يجي طويل غادي يجي فيه شي ساعه هكاك كاين هاني هنايا مقصر صرا اللاعبين ضحكين كلشي زوين everything good
شي شي دير شي غفله صاحبي تيخرج من شي بلايص دوازا ما خاصو يخرج منه عاوتاني ما نعاود عاوتاني على السير ني لي باش خدمت على المتاع ديال تريلا شوف 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 حتى الفلوس باش واخا شي بالك كثير هو راه ما فيه حتى شي 50 مليار دابا غير شوف خصك انت شوف فيها غير غير في ربعه شوف والله غير ربعه شتي شوف شوف ملي تروح هنا تخارا والله يمكن فيها شي